حضراتكم من جديد، وزي دايما ما بنعودكم في صباح الورد على الاختلاف والتيمات المختلفة، فحبينا كمان نرجع معاكم بنجوم من نوع مختلف شوية. يعني احنا كلنا عارفين ان الناس في رمضان بتهتم بالتواشيح او بالدراما والمسلسلات وبرامج المقالب او البرامج اللي هي التوك شو والهارد توك شوز بشكل عام، لكن من سنين بدأت الناس ان هي كمان تهتم بنجوم الاعلانات، وخصوصا ان بقى في تطور وبقى في طفره في تنفيذ افكار الاعلانات، وبعدها بيكون فعلا في ابداع حقيقي وخرج نجوم. يعني في نجوم، في ناس اتعرفت من الاعلانات وبقت تنطلق بعد كده في التمثيل وكانوا نجوم طبعا موهوبين جدا. احنا بنتكلم انه حد يوصل رساله في 30 ثانيه، فدي اصعب بكتير من مشهد مطول. احنا معانا بقى طبعا في فقرتنا دي اثنين من نجوم اعلانات رمضان 2019 واللي حققوا نجاح كبير جدا وقدروا ان هم يثبتوا موهبتهم في اقل من 30 ثانيه. هنرحب معاكم بالفنان هشام حسين، اهلا بيك صباح الورد، وبالفنان محمد عبده صباح الورد، اهلا بيكم. نورتونا وكل سنه وانتم طيبين يا حضرتك واسعدتونا في رمضان. احنا مش محتاجين طبعا نقول على المنتج لان الناس اكيد شافوه وعرفوا خلاص، انا مش هنتكلم على منتج دلوقتي. طب انا عايز ابدا معاكم بقى بالكواليس، يعني ابدا برمضان ده، وانا عارف ان كل حد من حضراتكم ليه خلفيه مختلفه. حضرتك كنت مهندس صح؟ مهندس انتاج، وحضرتك كنت صحفي زميل يعني، فعايز اعرف يعني ليه ازاي حصلت النقله بقى للدخول في عالم الاعلانات والتمثيل بشكل عام؟ ابدا بحضرتك. ماشي. أنا أصلا دخلت الأهرام تقريبا فترة من تقريبا 2000، وقعدت حوالي 7 سنين، وبعدين من 2008 بدأنا نخش عند الأستاذ خالد جلال، كان عامل اختبارات وبتاعه، وبعدين طبعا الحلم القديم بتاع التمثيل بيفضل فروحنا قدمنا، أنا من الناس اللي اتقبلت الحمد لله، وبعدين قعدنا نعمل بروفات حوالي مثلا سنتين او لغايه ما طلع عرض قهوه ساده. عرض قهوه ساده الحمد لله، الحمد لله يعني تقريبا الناس اللي موجوده في السوق دلوقتي كلها كل الناس طبعا اعضاء فريق قهوه ساده. لا هو عرض عبقري، لانه حتى اما يعني تم اعاده عرضه بعد 10 سنين حقق نجاح تقريبا زي اللي قبل كده واقوى كمان. هي فكره العرض ان احنا عملناه بايدينا زي ما بيقولوا. صحيح. قعدنا نشتغل عشان يعني الناس اللي يعني اللي بيعملوا اعمال دلوقتي انا شايف ان هي بتتسلق زي ما بيقولوا بالبلدي كده. احنا لما عملنا قهوه ساده تقريبا عملنا بروفات 8 اشهر. ومعظمنا كل واحد كاتب حاجه. فعامل زي الخليط الجميل قوي، كل واحد ده من الظاهر، ده من غبره، ده من مصر الجديده، ده من جارد سيتي، كل واحد وبيئته وتفكيره وعقله واسرته طلعت في العرض. استاذ هشام، ما كنتش خايف من النقله؟ انت بتعمل كارير شيفت من كارير مختلف لكارير تاني خالص، النقله دي ما كانتش قلقاك؟ لا ده انا كنت هموت واعملها. لا والله. طبعا، لان انا عايز اعملها، بس ما كانش فيه المجال ان انت تخشي. طبعا استاذ خالد جلال وكان مركز الابداع الفني كان عامل الدفعه اللي فيها نضال شافعي وبيومي فؤاد، كانت الدفعه الاولانيه، بس ما كانتش عامله، ما كانتش منوره قوي زي ما حصل في قهوه ساده الحمد لله. فكان الواحد يعني برضو ان انت تخشي في حته كويسه. اولا طبعا معهد الفنون المسرحيه عشان تخشي لازم يبقى انت ناويه ان انت تشتغلي الشغلانه دي، الا لو كنت عايز تفتحي بيت. فالواحد بيخش ايه اللي هو فيه ناس، ومعظم الناس عملت كده على فكره، بيكون دخل كليه واشتغل بيها وعايز يروح مكمل مثلا في الهوايه اللي هو بيعملها، فيروح مكمل معهد الفنون المسرحيه. واهم حاجه انك تأدي شيء بتحبه. بس كده. في نهايه يعني حتى لو بتستمتع بيه. ايوه، انا بيعجبني الناس بره في ايه؟ ممكن يقعد لغايه 60 70 80 سنه وبرضه في الحلم اللي هو حلمه وهو صغير انه يبقى ايه؟ طبعًا. ممثل، عالم، يعني. وحتى هنا عندنا كتير من الفنانين اشتهروا طبعا في سن متاخره، وده عادي جدا، ده اصل الفن ملوش عمر، ملوش توقيت. في الدم زي ما بيقولوا. بالظبط. يعني انت كمان يا باشمهندس، انت عملت كارير شيفت، حضرتك مهندس انتاج. لا. اصلا انا ما عملتش كارير شيفت. لا انا استمريت في الاثنين. ودي سكه حلوه برضو، الهوايه هوايه والعمل برضو والعمل الاساسي. ما قدرتش اعمل كارير شيفت لان ما كنتش مدي تركيزي كله للموضوع ده في حد ذاته. فانا طبعا انت سبت الهوايه فتره كليه هندسه مركز في الدراسه. الهوايه كانت موجوده من ايام بقى الكشافه ورحلات الشباب وحفلات السمر بتاعت بالليل والكلام الجامعه والحاجات دي. ما الكليه ما فيش بقى وقت الكلام ده خالص. مش ناوي طبعا تسيب الكارير بتاعك؟ لا، كارير الهندسه لا، صعب ان انا اسيبه، لان انا برضو مستمتع بيه. يعني انا مش موضوع وظيفه وباديها، لا بالعكس. انا بادي الموضوع بشيء من المتعه، لان انا بحل مشاكل في مصانع،
فبقى فيها شيء من الفكر وفي نفس الوقت انت مستمتع بانك بتطور حاجه جوه مصنع اول او بتعلي انتاجيه جوه مصنع يعني. ففيها برضه شيء في التمثيل كان الاعلانات اللي في رمضان ده اول سنتين. تجربه ليك دي اول تجربه مباشر يعني ان انا اشوف الكاميرا من سنتين دي حصل فيهم بقى كتير السنتين دول صح يعني اكتر من اعلانات وكمان في رمضان منى قلب الدنيا لا هو بصراحه المخرج علي بروفيشنال جدا بصراحه هو دي حب الحق ان انت تكون على طبيعتك مش ان انت بتمثل او يعني تبقى اوفر اكتنج لا خليك ريلاكس خالص انسى الكاميرا اللي قدامك انا كنت اول مره اقف قدام الكاميرا انساها تماما متوتر الكاميرا ليها هيبه برضه ما انا انا كنت متوتر بس هو في يعني عارف اول 10 دقائق ربع ساعه وبعد كده انت بتاخد الصوره كمان هي على الشاشه وبعد كده بتاخد على الوضع خلاص انت بتنسى الكاميرا وبعدين هو بيقول لك انسى انت قدامك كان في شخص وانت قاعد بتكلمه وبتحاوره انسى ان قدامك كاميرا او حاجه زي كده. الكواليس بقى كانت ازاي عشان اول مره دي تقف قدام كاميرا فكانت الكواليس شكلها ايه؟ انا بالنسبه لي من اول دخلت الاستوديو انا عمال ابص في كل حاجه حواليا بوجهه نظر المهندس بقى انا عمال زي ما دخلت دلوقتي عمال ابص على الاضاءه وايه الكم الاضاءه اللي موجود ده هتعملوا فيها ايه؟ لا اصل الناس بتبقى متخيله ان انت شايف في الاعلان 30 ثانيه يعني ده موضوع سهل بالعكس الموضوع اصعب من انت تنتج فيلم او مسلسل انت عايز تقنع عميل بمنتج بامكانياته بانه يفضل معلق في ذهنه لما يروح يشتري المنتج ده مش منتج تاني فانت عايز توصل كل الرساله دي خلال 30 ثانيه فطبعا موضوع صعب الارتجالات بقى جوه المشهد انت السكريبت بيبقى موجود وبعدين بتدخل لا بيبقى في ارتجالات كتير جدا يعني الاعلان الاولاني ده هتلاقي مثلا وهو داخل عليا وماسك خاص في ايده وبعدين بعد شويه موز دي فكره جت وليده اللحظه لكن الموزه ممكن بس ايوه ممكن باسكت والله ده لطيف ده يعني يعني المخرج سامح بده وده معناه ان هو المخرج يعني روحه لطيفه مش حد مثلا براجماتي اللي هو لا التزم بالسكريبت لا 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 اطلاقا يعني علي غير كده خالص صحيح ده الفكره جت في دماغه وفي سناكس وبتاع بتقدمها له في البريك وبعدين فجاله خاص فقال طب ايه لا اشتروا لي ابعتوا حد صحيح. فراح خارجين بره جابوه قال له بص عايز تدخل عليه بقى اللي هو داخل مش عارف ايه وبتاع كانكم بتلعبوا فالموضوع لطيف وبعد هي لعبه صح هي يعني هي حاجه فور فان برضه بالنسبه لي انا كان حاجه لسه جديده ما كنتش اول مره يعني اول مره ان انا ادخل حاجه زي كده فكنت منبهر بكل حاجه حواليا وعمال اتفرج على كل حاجه يمين وشمال كده يعني طب استاذ هشام بقى انت حد بادئ ممثل ومع حد تقيل قوي وخالد جلال وقهوه ساده وعدد الافلام الحمد لله اما حد يقول لك اعلان والمسرح خلي بالك انت قلت اهم حاجه في اللي تقولي ده المسرح المسرح ابو الفنون وبيعلم يعني ايه تمثيل وبيعلم يعني ايه ان انت يوم ما تقولي الحاجه تطلع امتى وفين وبالملي وبالسنت زي ما بيقول عشان تطلع مثلا تضحك الجمهور لو طلعت اقل او اكتر شكرا الاعلانات بالنسبه للممثل المحترف شويه بتبقى يعني لازم تتاخد بحرص قوي لان ممكن حد يبص لها كتصنيفات ان هي ايه اقل درجه لان هو اصلا ممثل محترف لا وبيخافوا كمان ان يتحرق الوش بالظبط فانت بقى استقبلت ده ازاي لما اتعرض عليك اعلان كانت ايه بشروطك عشان تقبل العرض ده كان ليك شروط ولا اللي هو يلا يعني انا عايز اعمل اعلان وخلاص لا هو دلوقتي دلوقتي انا يعني من الحمد لله من السنه اللي فاتت بعد اعلان اللي هو اللي كان بتاع القهوه ده كان يعني الحمد لله عمل صدى جامد جدا وبدات تعمل عليه كوميكس مني 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 وعلى فكره برضو عشان هي دي ده هو ده المشهد الكلام الكلام بتاع وهو كوميكس الكتير قوي الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه ان المخرج ده انا شايف ان المخرج لو دمه خفيف المنتج والاعلان هيطلع دمه خفيف أكيد. لو هو ما عندوش القدره او دمه يعني سوري مش لذيذ وبيعرف يطلع كل حاجه من حضرتك عندك حس كوميدي بجد كوميدي الحمد لله يعني الحمد لله والله بص هقول لك حاجه انا والله انا يعني بتعامل دي طبيعتي الاعلان الثاني الدويتو اللي اتعمل اسمه ايه استاذنا هو انا نسي اسمه والله بس هو عمرو رأفت في عمرو رأفت انا نسي اسمه بس هو يعني بص جميل جميل وهو كده هو يعني طلع بشخصيته واحنا كده يعني وانت عارف خلي بالك انا شايف ان التلقائيه في 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 التمثيل عامه هي اللي بتوصل هي اللي بتنجح بتخلي الناس كمان تقبلك لان بحس ان انت بتمثل حضرتك بتاخد برضو من الناس يعني مين مين دي انا كانت هو كان بتقولها كان يعني تتريق عليا هو بص هقول حاجه زي ما قلت لك برضو ده كان تميم تميم من الناس اللي برضو انا اشتغلت كان اول مره اشتغل معاه لذيذ بص انت بتحس اول ما بخش يعني انا الاعلان الاخير برضو
ده واحد اسمه محمد فتحي شانك مشهور جدا معروف. الحمد لله الحمد لله الحمد لله كلهم يعني طبعا بحمد ربنا طبعا. ان انا معظم الناس اللي انا اشتغلت معاهم على قدر من النجاح يكفي ان انت مثلا ان انت اشتغلت معاهم فانت بتعمل اللي عليك والحمد لله هم كمان ناجحين فبيطلع منتج حلو جدا وبيعجب الناس. خلينا متفقين ويمكن التجربه اثبتت كده العمليه ان المخرج بالفعل هو قائد العمل بدليل ان احنا ممكن نشوف حد نجم شباك اداؤه في فيلم اضعف من فيلم تاني وبيبقى راجع في الاخر للمخرج اللي هو بيقود العمل. مخرج الاعلانات بقى بيختلف عن مخرج الدراما عن مخرج السينما في كواليسه يعني هو نوعا ما وفي الصوره بتختلف لان التركيز اللي زي ما الاستاذ برضو قال ان ال 30 ثانيه دول لازم تكون يعني كومباك قوي ان انت تحطي كل حتى الممثل لازم يبقى ال زي ممثل المسرح عشان يسمع صوته لاخر واحد لازم يبقى صوته عالي اداؤه اقوى شويه عن الايدين مثلا بتحرك كتير عشان كده ممثل المسرح لما يجي يشتغل سينما او يجي يشتغل دراما لازم يخف شويه من التون ده صحيح. تون الصوت وتون الحركه والبادي لانجوج ليه لان انت بتشتغل مع الكاميرا قدامك او هنا او هنا او وراك فالموضوع بيختلف فالمخرج بتاع الاعلانات انا بحس ان هو يعني في ما يزعلش مني حد يعني هو اشطر شويه لان هو في ال 30 ثانيه ده او الدقيقه بيوصل كل المشاعر والاحاسيس والفكره أيوه. وكل شيء بيطلع كل اللي جواه في اقل وقت ممكن أنا على عكس الفيلم او المسلسل هو قدامه فرصه في حلقه او اثنين وثلاثه انا حاسس بقى ان انت لسه ما طلعتش اللي جواك لسه في اعمال جايه او انت عايز تشارك كمان لسه في اعمال واشكال مختلفه انا عايز اعرف انت ازاي بتشترك في الاعمال مثلا الكاستنج بيحصل ازاي دلوقتي انت بتسعى ولا بتجيلك الحاجات ولا ازاي هو في مكاتب مخصوصه للموضوع ده مكاتب كاستنج هم بيتصلوا بيك يقول لك مثلا عايزك في تجربه للاعلان الفلاني فبتروح ممكن يبقى العدد 30 واحد وبين يبقى في تصفيه بعد كده يبقى مثلا في 5 أو 7 او عدد اقل النهائي ده بيبقى مع المخرج بقى مباشر هو اللي بيختارك وبيبقى ليه وجهه نظر يعني انا في الاعلان الاولاني مع علي هو بقت الناس بتدخل تخرج اسالهم عملتوا ايه لا مش فاهم ايه اللي بيحصل لسه لغايه ما دخلت لقيته طلع التليفون عامل المكتب بتاع الكاستنج بتاعه الناس وقدامهم ده حقيقي بس بقى في تلاميذ زي ما بيقولوا بداوا يفتحوا بره بقى يعني ارزاق واحد بيكبر فبيقدر لا ما انا زميلتكم برضو انا قبل الميديا خالص كنت بعمل كاستنج برضو وعملت اعلانات والحاجات دي هل بقى الكاستنج زي ايام ما كنت بعمل اعلانات كده لا الدنيا اختلفت خالص لان في اللي هو تقف تقول اسمك وزي المسائل ده في الاول ده حقيقي لو تقف تقول اسمك ويمين شمال وتليفونك ده حقيقي ايوه صح زي ده زي ما هو اللي هو لازم ياخد بروفايل كده وكده الكاميرا يشوف عشان الكاميرا عامله ازاي صحيح ايه بقى اللي اختلف بعد كده لما بيجي لك دور صح لا الموضوع كمان بقى العين عليه زي ما بيقولوا كتير قوي في ناس كتير قوي او معظم الناس دلوقتي عايزين يشتغلوا سينما عايزين يشتغلوا ممثلين يعني انا الحمد لله بعد الاعلان الاخير برضو بيجي لي طلبات صداقه في ادوار بعد الاعلانات يعني الحمد لله انا جالي عملين دراما منهم برضو الصديقه عمرو وهبه ده طبعا من حد جميل جدا بني ادم يعني انا بشكره من مكاني ده هو جدا مخف جدا وممثل كمان بدا يعمل حاجات كويسه قوي وهو كاتب كمان حلو كان دخل على صفحتي السنه اللي فاتت وبتاع بيقول لي يعني كان بعد ما عمل الاعلان اللي حضرتك اللي بنقول عليه ده بتاع مني فدخل قال لي انت احسن حاجه حصلت في رمضان انا متابعه وبحبه جدا بس ما كنتش اعرفه وما كانش صديقي فدخلت شكرته مش عارف ايه قال لي لا بجد والله العظيم انت حاجه جميله ومش عارف لقيته السنه دي بيكلمني بعد الاعلان برضو الجديد بتاع رمضان يعني الحمد لله حظي مع رمضان حلو الحمد لله ان شاء الله يوسعها له عليه يا رب فلقيته بيكلمني وبيبعت لي الصفحه بتاعه في حد كلمك؟ قلت له لا مش حد كلمني انت عامل ايه الاول وازاي كل سنه طيب؟ قال لي طب احتمال حد يكلمك من عند دنيا سمير غانم. فقلت له ماشي اوكي. الاب الاستغلالي يا خبر ابيض كنت يعني عايز اخنقك وتساعد. فالحمد لله الحمد لله لقيته يعني قعدت فتره قلت خلاص بقى حصل ما حصلش نصيب هو كان قايل للمخرج خالد الحلفاوي استاذ خالد طبعا راجل جميل جدا. فقال لا الراجل ده يعني ما يدلوش حاجه صغيره استنى كده نشوف حاجه ايه فالحمد لله بعتوا لي الدور الحلقه اتصورت على يومين
كان بنصور في رمضان، مش عايز اقول لك ان الجو كان عامل اليوم اللي هو كان فيه 47 و50 الحراره دي، واحنا بنصور خارجي تقريبا خارجي من الانتاج، وطبعا ما فيش تكييف ولا في مروحه، وانت يعني ضربت النوء الشهر لا وانت اساسا في رمضان ما بتنامش، فالحمد لله الحمد لله يعني، وطلع الحمد لله. انا بعد ناس بتوقفك في الشارع بقى تقول لك او يتريقوا على افيهات، واحيانا بنشوف كوميكس كمان دلوقتي على وانت ظهرت في كوميكس كتيره، الناس تاخدها تطبقها في مواقف تانية وكده. حصلت معاك اكيد المواقف دي؟ حصلت معايا، كان لسه موقف قريب، وبعدين داخل البنك وبعدين بقول له عديه عديه، ده بيضحكنا على طول دخله بجد والله، مكنه كده للدخول، فبقول له انا رايح فين، فلقيته بيقول له عديه عديه، الراجل ده بيضحكنا على طول. طب هشام، وساب مجال الصحافه، انت لسه مهندس ومتمسك، ردود افعال زمايلك بقى في المهندسين ايه بقى من ساعه ما شافوك في الاعلانات وبيستقبلوك ازاي؟ الناس كلها بتشجعني تقول لي سيبك بقى من الهندسه والتعب والارهاق اللي فيها واتجه للمجال ده، ومتخيلين الموضوع هنا برضه سهل، لكن هو مش سهل. هل بيقعدوا بقى وانتوا في وقت الشغل يهزروا معاك بالافيهات اللي انت لعبتها في الاعلانات وكده؟ هو مفيش وقت للتهريج او وقت الشغل، بس لما بروح بقى في زياره اصحابك حتى اكيد في زياره في مصنع او حاجه، ممكن يقعد حد يهزر معايا من المهندسين في المصانع يعني. يعني منى ده افيه في حد ذاته، منى بتحبه. لا انا الاعلان الاولاني ابتدت ناس افتكرتني ان انا سبت الشغل اساسا، وابتدت ناس تتصل بيا عايزين تكييفات. يعني ابتدى يجي لي اوردرات عايزين من المنتج يعني نفسه، يعني ناس بتقول لك عايزين تكييفات، افتكروا ان انا سبت المجال وان انا يعني بقيت موزع او شغال في المجال دوت، وبعمل عشان تجيب لهم تكييفات. زمايلي بيقولوا اتصل عايزين تكييفات، انت بتشوف بيها الموضوع، طب عايز هات لنا خصومات. انا واحده زميلتي من قهوه ساده، الزميله جيهان، يعني اتصل بها، اسمها جيهان انور، يعني من دفعه قهوه ساده برضو، وهي الحمد لله ليها برضو حاجات كتير معموله جميله وكويسه، بتكلمني بتبارك لي الاعلان وجميل ومش عارف ايه، وايه جمال ده وصورتك على كوبري 6 اكتوبر، ومعمول بانر كبير قوي، فالحمد لله يعني انا كنت شفته. أيوة. فبتقول لي مبروك وبتاع وكلام من ده وبتاع، بقول لك ايه، هو التكييف ده حلو؟ قلت لها والله بصي انا ما اعرفش. قلت لها والله بص انا ما اعرفش، بس هو يعني الماركه كويسه، بس انا ما اعرفش. بس ده نجاح، لان انتوا اقنعتوهم ان انتوا البراند بتاعكم، يعني انا لو مكان انا وصل الاقناع ان انا زمايلي، انا في الاعلان كان محطوط بادج هنا مصطفى، وصل من الاقناع ان الناس بقت تتصل بيا، هو انت محمد ولا مصطفى؟ يعني انت اسمك الحقيقي ايه؟ وناس تعرفني بقى لها فتره طويله افتكرت محمد ده يعني اسم الشهره، ومصطفى اللي في الاعلان ده الاسم الحقيقي. طب انت لسه محمد ما عملتش حاجه دراما او سينما او كده صح؟ لا يعني هي بس الاعلانات كانت البدايه، بس عايز صح؟ ان شاء الله. هل جالك عروض على حس الاعلان ده ان انت تدخل دراما او حد اتفق معاك على حاجه؟ هيتفقوا قعدت معانا هنا كل اللي كان بيجي لي في الاعلانات، بس للاسف يعني كان في اوقات بعتذر، لان بتبقى الاوقات مش مناسبه. أيوة. يعني هو ممكن يتصل يقول لك انا عايزك النهارده، انا عايزك دلوقتي يا جماعه، ده انا مثلا في شغل في اسكندريه، او انا في مصنع في العاشر، اوقات انا كنت بره مصر، فيعني الموضوع بالنسبه لي محتاج ترتيب، اللي يا اما اخد قرار زي اللي هو خده كده ان خلاص كات هسيب هنا وهركز بقى هنا كاملا. مشكله التمثيل مع حاجه تانية ما يزال يقول فريك وشريك، ما ينفعش. بس في مرحله لازم تبقى بتعمل حاجتين، لانه لا لو بيجي لك دور كل كام فتره. وعلى فكره يعني الحمد لله الحمد لله الواحد برضو يعني نوعا ما مستريح. لو انا يعني بص انا واخد الكارير بتاع التمثيل حبا وليس اكل عيش وخلاص. لا مش واخدها ايوه يعني واخده، لو انا واخده اكل عيش كنت ممكن اعمل حاجات ما ارضاش عنها، اشتغل في اي حاجه تجي لي اروح واخد. انا من الناس اللي يعني بس مرحله قانوني برضو يعني، في ناس كانت ليه تقول لك مرحله الانتشار في والله ما بعمل. ربنا يعلم. انا وكمان من الناس يعني انا في عيب ده بيقولوا لي، يعني انا عيب ان انا ما بروحش، انا هروح النهارده مش عارف فين والنهارده في مقابله، ما بحبش كده الحمد لله، وربنا بيرزق. يعني انا لما حاجه بتجيلي وبتجيلي عن طريق ناس، يعني حد شافني في حاجه بيروح باعت لي، بيوصي عليا، بيقول ده في واحد كويس في حته الرنيه، يروح مكلمني بس. لكن ان انا اروح وموضوع محرج. احساسك كممثل وانت بتحضر الاعلان او مسرح او دراما، يعني انت اشتغلت الثلاثه دلوقتي، اشتغلت سينما صح؟ اشتغلت سينما، فيلم واحد مع الصديق العزيز هشام اسماعيل اللي هو فزاع. يعني كان مشهدين، وهو يعني احنا طبعا كلنا بنحب بعض وبنشتغل مع بعض، لو اي حد فينا محتاج اي حاجه بنبقى موجودين في ظهر بعض على طول. فمعظمنا حتى اشتغل في الفيلم ده. فرق التحضير بقى كممثل للثلاث حاجات دول ايه؟ بصي هو كل واحده وليها طبعا تكنيك طبعا. احنا بالظبط يعني انا شايف ان السينما اصعبها أصعب. انا بالنسبه لنا
يعني انا اشتغلت مره واحده بس، يعني انا بالنسبه للاعلان، الاعلان على فكره ما بحضروش قوي زي الدراما. الدراما بتحضري له جامد لان الكلام كتير، الموضوع لازم تحضري له كويس، لكن الاعلان نوعا ما بيبقى معتمد على يعني هي بس هنقول ايه؟ عشان ناس كتير بتبقى عايز تسال، بتحطوا ممكن التاتش بتاعكم يعني. انت ممكن تحط كان في ارتجالات كتير قوي في الاعلان، او ممكن تحط التلفيه طبعا والمخرج بيساعدك على كده وبيطلع منك، بيطلع منك يعني ارتجال بيبقى من الشغل نفسه. احنا قاعدين بنشتغل ممكن تعدلوا حاجات في السكريبت عادي. مفيش هو السكريبت على فكره ما بيبقاش مش ملتزمين بيه. حضرتك بتشوف الاعلان ماكسيمم على السوشيال ميديا دقيقتين، ده ممكن يبقى تصوير 10 ساعات عشان هو ياخد منه اللقطات دي ويركب عاد يخش 24 ساعة او 18 19 ساعة. يعني مين دي ده بالظبط؟ لا هقول لك لا دي كان ارتجال طبعا كانت موجودة والموضوع كان واخد من تقريبا من 5 6 الصبح لغاية 5 يعني 12 ساعة. الاعلان الاخير قعدنا من 11 الصبح او 10 الصبح ل 6 الصبح تاني يوم. الناس بتظن يعني اصحابي وبتاع تيجي تقول لهم حاجة زي كده ما يصدقش، يا عم انتوا بتعملوا حاجة ده 30 ثانية ليه يا عم؟ هو الموضوع والله العظيم صعب جدا. كفاية إضاءة باظت، واحد عدى مش عارف إيه، يا جماعة الصوت دي ممكن تعيد، ممكن تخليك نجم النجوم وتطلب يعني؟ بانرز في كل حتة وتطلع الحمد لله. كوميكس الحمد لله. وزي ما حصل الحمد لله وكده. الحمد لله الحمد لله. أنتوا يعني في أعمال ممكن تقولوا عليها لسه هتشاركوا فيها يعني أو بتحضروا لها أو جالكوا حاجة ولا لسه؟ أنا جالي قبل رمضان حلقة مع الزميل بيومي فؤاد، كان برضو حد كلمني وبتاع، بس هو تقريبا الشغل العمل تقريبا ما كملش او في حاجه. وعندي في حاجه كانت فنون مصر تقريبا عاملاها بس برضو لسه ما دخلتهاش يعني، برضو بس متكلمين يعني على الـ على الـ على الشغل بس. يعني دول الحاجتين ان شاء الله بعد رمضان ان شاء الله. ان شاء الله برضو لا لسه مفيش حاجه معينه نجم الدراما القادم في الدراما ان شاء الله. الناس بتقول دلوقتي برضو ان احنا عندنا سوق اعلانات ضخم يعني غير زمان كتير، وبقى في سوق الافكار وبعد بيقول لا ده بس الاعلانات المصريه دايما بتكرر او بتاخد الافكار الغربيه شويه في الاعلانات او كده. انتوا بتشوفوا نفس الرؤيه دي ولا برضو لا بقت لينا سكتنا المختلفه والسوق بتاعنا المختلف وافكارنا المختلفه؟ بس انا اكيد انتوا بتلاحظوا. انا شايف ان حتى احنا كمصريين لو خدنا الفكره زي ما بتقول او يعني الاقتباس، نقول على الاقتباس يعني الخفه الدم المصريه بتنجح الاعلان اكتر. انا كنت لسه هقول لك يعني في اعلانات بره تقدماتي لا بتمصر الاعلان كانك بتمصر. احنا دمنا خفيف بجد يعني. انا في اعلان مش عايز برضه طبعا الواحد منتج، بس اعلان في رمضان السنه دي وكان ناجح جدا. انا بالصدفه بقلب في النت لقيت الاعلان هو بس مفيش روح خالص، اجنبي اعلان اجنبي نفس الفكره. يعني هو مش عايز برضه اتكلم على الموضوع عشان الناس الموضوع هو بس طبعا احنا حاجه تانية خالص. خفه الدم والرياكشنات بتاع وشنا احنا اعلان عن احنا واحنا بنتكلم بتلاقينا في روح كده يعني احد البنوك بس شعوب البحر الابيض المتوسط تلاقي وهو بيتكلم كده ايده بتتحرك ووشه بيتحرك البادي لانجوج بتاعنا عالي قوي، فبتلاقي اللي قدامك لازم يعني يقعد يضحك او يكلمك وهو سعيد ان هو قاعد بيتكلم معاك. انت رايك ايه محمد في موضوع الافكار والاقتباس لا الاقتباس ده شيء متداول يعني، ما هم اكيد بياخدوا مننا زي ما احنا بناخد منه، بس احنا بناخد اكتر بصراحه يعني احنا يعني احنا بنعتمد مثلا على نسبه مش لا والله يعني اسلام حسام هو اللي يمكن كاتب الاعلان بتاع البنك دوت والاعلان برضو اللي انا كنت فيه هو بصراحه يعني بنقول عليه كده باللغه الشبابي دماغ مطرقعه. ايه اللي نفسك فيه؟ طموحك ايه بعد ما خلصت السيزون بتاع رمضان ده في الاعلان ولقيته مسمع مع الناس واصحابك بيكلموك في الشغل، ابتديت تحس كده انك نفسك تعمل ايه؟ والله مش عارف الموضوع ده هياخدني لغايه فين، لان ما كانش في البلان عندي خالص اطلاقا. الموضوع جيب محض الصدفه النقله ديت، يعني هي موهبه موجوده بس من زمان ويعني متروكه مش بسعى ليها ان انا انميها نظرا للايه للمجال اللي انا فيه يعني. يعني انت سايبها بقى تيجي زي ما تيجي. هو نوز مين عارف؟ ما حدش عارف بس انا ممكن يكون في ان شاء الله. انا دايما ما فيش اي باب بيجي بقفله، اي باب رزق ايا كان شكله. كلها خبرات حياتيه حتى. بحب اجرب طبعًا. يعني انا دخلتها من باب التجربه في البدايه ان انا اشوف الموضوع ده بيحصل ازاي. يعني انت بتشوف دقيقتين واستمتعت بيها
جدا جدا بصراحه واحنا استمتعنا طبعا والله. هو اهم حاجه في الاعلان على فكره برضو بالفكره الاعلان نفسه وكريشن يعني في ناس شغلتها اصلا ان هو يبقى كرييتيف ان هو يدي. خلي بالك اهم حاجه ان انت تعملي الفكره اللي هتطلعي منها بالمنتج صح يعني دي اللي هي اللي زي ما بيقولوا ايه عايزه دماغ عاليه جدا كمان والحمد لله الحمد لله كتير الحمد لله انت يعني وانا كمان برضو الاعلام برضو عشان بس الزميل هشام عفيفي اللي عامل الاعلام بتاع مش عايز اقول المنتج اللي هو بتاع عمرو رافض ده هو كمان انسان دمه خفيف جدا مثقف جدا التحليل وجميل جدا كانسان رهيب وتحليل شيء بص انا اول ما شفته او شفته انا بعشقك انا بحبك جدا وبتاع لي والله العظيم انت مش مني احنا تعرفنا على بعض جوه فقال لي بص احنا مش عارف هنعمل كذا 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 وبتاعه موضوع بسيط خالص ومشي سلس والحمد لله يعني انا من الاعلانات اللي اتعملت كان عاملها قبل رمضان بحوالي 4 اشهر ونسيه بقى خلاص لان قلت ايه وقالوا لي السوشيال ميديا بس وكلام من ده وبتاع بس الحمد لله لما نزل كسر الدنيا الحمد لله الحمد لله الف مبروك ليكم الله يبارك فيكم واستمتعنا بيكم في رمضان ان شاء الله نستمتع بيكم في المواسم القادمه في اي شكل بقى من اشكال الفنون نورتونا في صباح الورد وكل سنه وحضراتكم طيبين الاستاذ محمد عبده والاستاذ هشام حسين فنانين الجمال نورتونا مره شكرا حبيبي شكرا صح نشكركم شكرا جزيلا كل سنه وانتم طيبين صباحكم صباح الورد ومشاهدينا عساكم مع فاصل ونرجع مع فقرتنا واجمل صوره وصوره العائله المصريه البسيطه وهي بتتفرج على هدف مو صلاح